الفنان الكبير والجميل احمد صلاح السعداني. مساء الفل والف مليون مبروك على بطولة افريقيا. يا حاج اسامه، مبروك علينا كلنا، ومبروك لكل الاهلاويه، ومبروك للكابتن الخطيب ومجلس الاداره، ومبروك لكولر هذا المدرب الرائع، ومبروك للجهاز الفني اللي معاه كله، ومبروك للاعبين كلهم، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم. مبروك مبروك مبروك، بطوله غاليه، بطوله صعبه، بطوله يعني جت من انياب الاسد زي ما بيقولوا يعني. وكان فريق الوداد الحقيقه فريق قوي جدا وفريق محترم جدا جدا جدا، وده اللي انت كمان النهائي هذا الحماس وهذه الفرحه الطاغيه يعني، انك تجيب البطوله في الملعب ده. ملعب الحقيقه الملعب ده صعب جدا حقيقة. جدا، واحنا لعبنا فيه السنه اللي فاتت، وكانت ظروف على راي الكابتن الخطيب لما كان واقف مع رئيس الاتحاد الافريقي قال له اتس نوت فير، لان انا ما اروحش العب في ماتش واحد عند المنافس، انما الصح ان انا العب يا اما ماتش واحد في ارض محايده، انما طبعا هي برده كانت الغلطه من عندنا، مش عايزين نفتح في الدفاتر القديمه، غلطه من اتحاد الكوره عندنا. لكن ربنا بقى اراد انك السنه اللي بعديها على طول من نفس الملعب تاخد البطوله، عشان كده الحقيقه كان طعمها جميل. انت عارف البطولات دايما كل بطوله بيبقى ليها يعني، انا مثلا اتذكر لحد دلوقتي مثلا كاس مصر اللي انت جبته لنا 4-3 2007، اتذكره من حلاوه الماتش وصعوبته، فهو يعلق بالذاكره وتفتكره كله بكل اهدافه. فانا مباراه امبارح دي لا، هي تفضل في الذاكره كتير الحقيقه، لانه كانت بطوله صعبه جدا. شفت المباراه فين؟ قول لنا شفت المباراه فين؟ في البيت انا يا باشا، في البيت في البيت انا والعيال وابويا وامي اتفرجنا في البيت. وحتى انا الحقيقه بعد الهدف انا رحت قعدت في اوضه لوحدي كمان، لاني ضغط العصب الحقيقه. الحقيقه كان يعني، ودي حاجه غريبه جدا، انا طول الوقت عندي ثقه في الاهلي وان احنا في اي وقت نقدر نحقق المكسب، بس كنت مشفق الحقيقه على اللعيبه وعلى الجهاز من الضغط الجماهيري. الحقيقه جمهور برضه جمهور المغرب جمهور عظيم حقيقه، يعني جمهور كوره بجد اللي هو اللي وحشنا عندنا هنا اسامه. وحتى ملعب مركب محمد الخامس من الملاعب الصعبه في افريقيا، لما تجيب منها بطوله بتبقى بطوله غاليه جدا. قوي قوي. انا عايز اقول لك انا بقعد اتفرج على ماتش الوداد والرجاء علشان اشوف جمهور الفريقين باللي بيعملوه. الحاجات دي للاسف اختفت من عندنا لظروف، نتمنى ان هي ترجع تاني جمهور الكوره ان شاء الله. قول لنا بقى، وانت اتفرجت على المباراه في البيت، في الاول طمنا بقى على عمده الاهلاويه، العمده الكبير استاذ صلاح السعداني. ابويا عايز اقول لك على حاجه، ابويا ما بيعملش حاجه غير انه بيتفرج على ماتشات الاهلي، وغير كده هو قاعد مع الاحفاد والعيله وكده، فدي الحاجه الوحيده يعني. عايز اقول لك ما بقاش حتى يتفرج يعني، مثلا بقى عمل بيتعرض ليه او حاجه اقعد اتحايل عليه فيتفرج كده عشان خاطري مره ولا حاجه ولا كده. ده عمده الاهلاويه، ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يخليك يا اسامه، الله يخليك. طب عايز بقى مشاعرك وقت ما الاهلي تاخر بهدف، الحاله بتاعتك وقتها كانت ازاي، وتشجيعك، وكنت حاسس ان النادي الاهلي ممكن يرجع وقتها وقادر انه يرجع للمباراه تاني مره تانيه؟ الحقيقه النادي الاهلي قادر دايما على صنع المعجزات، ده شفناه، انا شفته من وانا عيل صغير، اول ماتش رحته في حياتي كان فاينل افريقيا، كان تقريبا 82 او كان ابويا جاي حاططني على حجره يعني. لحد ما بقيت شخص كده، فاحنا دايما بنشوف الاهلي بيعمل حاجات غريبه، حاجات خارج المقلوب وخارج الواقع. انما انا الماتش ده الحقيقه بعد الهدف ما تقدرش، اللعيبه دول بشر في النهايه، فانا لما يخش فيا جون وجون بدري نوعا ما، وانا في نفس الملعب اللي انا السنه اللي فاتت خسرت فيه الفاينل، فنفسيا اكيد هتاثر تاثير كبير. لكن الحقيقه انا اتفاجئت في الشوط الثاني انه حصل اللي هي المحرره دي بقى بتاعت لا مش هينفع، مش هنخسر ثالث فاينل من الوداد، صعب قوي قوي يعني الصراحه، لو كنا خسرنا كانت لا تقيله على الاهلي قوي، ما يخسرش لا ما صعب، وما يخسرش مرتين ورا بعض الناس الفريق يعني صعب صعب صعب. فكان مع بدايه الشوط الثاني كده تحس انه ان شاء الله الانفراجه جايه، الانفراجه جايه، المخرج علقنا في الجول. مش فاهم لحد دلوقتي، انا مش فاهم التصوير ايه اللي حصل، بس يعني الكوره بتترفع فجاه لقيتها في الجول، مش مهم يعني، مش عارف ايه اللي حصل.
المهم ان الكره دخلت جول، اللعيبه بتجري، مفيش اوفسايد، مفيش، الحمد لله. بعد كده الاعاده شفنا الحمد لله. من الواضح المخرج كان عايز يلغي الهدف. ما فهمتش هو عمل ايه يعني. طيب الفرحه، صورت فيديو وشاركت جمهورك بفرحتك بعد تتويج النادي الاهلي، ولسه عارضين حالا دلوقتي فيديو، يعني الفيديو بتاعك كان فيديو حلو. انا كنت فرحان قوي بصراحه. بعد معانا على الشاشه بنعرضه حالا دلوقتي، انت معانا على الهواء. وانا برقص. انا كنت فرحان جدا طبعا كالعاده، وقمت قالب جايب قناه الاهلي على طول اول ما الماتش، فلقيت الاغاني بقى والبتاع شغاله، فديتها بقى على الترقص. لا ده في تطور عن كده بس ما صورتوش بقى. كان في حاجات ثانيه يعني. كان على القاعد وبتاع، الموضوع سخن بعد كده جامد. انا وتاني يوم طول اليوم انا بسمع مشغل كل اغاني الاهلي، وخصوصا في اغنيه بتاعت امير عيد دي بحبها جدا. يعني بسمعها كتير حتى في حتى من غير ماتشات يعني، غير المناسبات يعني. اول واحد باركت له بعد المباراه كانت مين؟ او اول مكالمه جات لك بعد المباراه كانت مين؟ من مين؟ من احمد فهمي. احمد فهمي اهلاوي كبير برضه. احمد فهمي كان بيصور اصل، ف لقيته كلمني على طول. احنا يعني لما بنبقى فاضيين هو بنروح الماتشات سوا، يا اما بنتفرج سوا، يعني دايما احنا مع بعض في الماتشات. طب رسالة منك برضو للجيل الحالي ده، ما شاء الله جيل برضو يعني بيعمل إنجاز الجيل السابق بتاع 2005، يعني بيوصل لنهاية البطولة الأفريقية 4 مرات على التوالي، بياخد منهم 3 في كأس العالم للأندية. يا أسامة، اللي بيعمل إنجاز حقيقي هو النادي الأهلي. يا عيني بجد والله، مش يعني أنا هقول كلام كده معرفش هو الكلام ده صح ولا ده كلام، هو ده النادي الأهلي. بس أنا هقول اللي في قلبي. جيل 2005 و6 وبتاع ده جيل لن يتكرر في تاريخ مصر حقيقي. يعني هو كان فيه كم مواهب، وده انعكس على فوز منتخب مصر بثلاث كؤوس افريقيه في عز بقى ما كان فيه دروجبا وصامويل ايتو وبلاوي سودا. يعني هو جيل نادر، وهو طبعا الحقيقه كان المنتخب 90% منه من النادي الاهلي يعني. فهو كان جيل نادر، صعب قوي ان هو يتكرر تاني. الجيل ده عمل انجاز كبير جدا في البطولات الافريقيه. هذا الجيل اللي هو جيل محترم جدا وكل حاجه وبتاع، لكن ما يجيش جنب يعني جنب الجيل ده، يعني صعب يعني المقارنه صعبه شويه، لكنه حقق يمكن انجازات تقريبا هتبقى اكتر يعني. واخد بورنديتين كاس عالم ما شاء الله، وراح كاس عالم 4 5 مرات، والسنه دي المره تكون مره الرابعه، والسنه الجايه تكون مره الخامسه على التوالي. وقبليها بقى انا اتفرجت على فتره ذهبيه كانت قبليها من 93 ل 2000. وكان بس في قرار اللي هو بعدم المشاركه في البطولات الافريقيه. احنا خدنا 7 دوري ساعتها، ولو كنا بناخد البطوله العربيه بناخدها دايما. لو كنا اشتركنا في البطولات الافريقيه كنا هناخدها. وقبليها جيل الثمانينات. فهو النادي الاهلي هو اللي بيعمل، مش حد بيعمل حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو من يصنع. بس انا احب بقى حقيقه ان انا اوجه تحيه وشكر وتقدير واجلال للكابتن محمود الخطيب، هذا الرجل المحترم المتفاني اللي عاش طول عمره يخدم النادي الاهلي. هذا الرجل اللي انا متاكد ان محمود الخطيب لو كنا لا قدر الله خسرنا ما كانش هيصلح حسام غالي يا أسامة على المنصه، كان هو اللي هيطلع في حاله الخساره ياخدها في صدره. انما في حاله المكسب هو يرجع لورا ويقدم الشباب ويفرح بيهم. هو رجل حقيقه يعني ربنا يبارك لنا فيه. ودايما صور ولقطات حلوه ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي. على فكره انا فاكر لك دايما النادي الاهلي غني بابنائه، وانا حضرت بقى الكابتن حسن حمدي، حضرت الكابتن صالح. انا فاكر لك رساله حلوه قوي في 2017 ايام الانتخابات، لما عملت رساله شخصيه منك وقت الانتخابات. قلت لو العمده صلاح السعداني نزل انتخابات طبعاً قدام الكابتن محمود الخطيب، انا هدي صوتي للكابتن محمود الخطيب. هو نفسه هيدي صوته للكابتن الخطيب. فانا ببارك له هو بشكل شخصي الحقيقه، لان هو برضه وقت يعني السنه اللي فاتت كان في وقت صعب في بعد ما موسيماني مشي وكده، واجهنا فتره صعبه، كان الكابتن الخطيب هو لوحده اللي بيحاسب على كل المشاريع. فعشان كده لازم في الاوقات دي لازم اقول ان الكابتن محمود الخطيب يعني هو رمز وقائد حقيقي للقلعه الحمراء، ويا رب دايما في تقدم وازدهار يا رب. وانت فنان كبير يا سلطان حامد بقى، قول لنا الاول بنبارك لك على سره الباتع، عمل كسر الدنيا في رمضان ما شاء الله، كان يعني عمل مشاهدات كبيره جدا، وبنتمنى لك التوفيق خلال الفتره اللي جايه. السلطان حامد بقى يقول لنا مين من لاعبي النادي الاهلي ممكن ينفع في التمثيل ويكون فنان كبير زي احمد صلاح السعداني. يا عم خليهم بس يخلصوا كوره الاول وبعد كده. هيخلصوا ما تقلقش. ما يخلصوا الاول، يجيبوا لنا البطولات كلها الاول وبعد كده ايه اللي عايز يعمل. انا ده الكلام ده، لا اصل انا قلت الكهرباء مثلا من 3 سنين قلت له يا ابني انت قدامك
فتره عمر في الملاعب. ضحي بعمرك ده في الملاعب في الفتره دي، وبعد كده يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، بس في الفتره دي ركز بان ده اكل عيشك اللي انت عايز بيه. فهي اللعيبه دي لا ولا تمثيل ولا استاذ، اللعيبه دي تركز في اللي بتعمله ده، تجيب لنا بطولات ثاني، عايزين ال 12 وعايزين انجاز اكبر في كاس العالم. ودايما انت عارف جمهور الاهلي ده جمهور صعب. يعني خلاص الصفحه خلصت هيقول لك يلا خلاص هات اللي بعده. فان شاء الله احنا عندنا دوري هناخده ان شاء الله باذن الله. وهيبقى موسم للتاريخ يعني ان شاء الله. استثناء ان شاء الله. والعمل اللي جاي ليك بقى يكون فيلم او مسلسل عن الاهلي. يا ريت والله، ده انا اتمنى حقيقه، اتمنى والله ان شاء الله نطلع بحاجه زي كده باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير احمد صلاح السعداني، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه.